يؤمنوا حقيقة بذلك، ولو آمنوا فعلا لعاشت المجتمعات في أمن وأمان فعلا. هذه هي حقيقة على أن المجتمعات إذا أرادت الأمن فلا بد لها أن تكون عندها إيمان. لذا الأمن بوجود الإيمان، والإيمان سبب لوجود الأمان. أما لا إيمان لا أمان بارتفاع الإيمان، وبسبب الإيمان بإذن الله سيكون الأمان. قبل فترة زرنا إحدى المناطق أو إحدى الدول، تلك الدولة يخبرنا دولة فقيرة تعيش في فقر مدقع. يقول السكان الذين يسكنون فيها قالوا قبل فترة استوت حرب في البلد. حرب؟ قالوا حرب. بين من ومن؟ بينكم وبين من؟ قالوا هذه الحرب بين الطوال والقصار. بس هذا الحرب بين الطوال والقصار. قالوا المستعمر أو يوم عندما أراد أن يخرج أتى بالطوال وقال أنتم تحكموا البلدة، وكان الطوال أقلية. قالوا الأقصار نحن لا نرضى على أن يحكمون الأقلية، فاستوت حرب ما بينهم، وقتل من بينهم رجل عماني كان هناك تاجرا في تلك المنطقة، قتل من بينهم. فيما يتعلق بهذا سبب هؤلاء لا يعيشون في إيمان. نسأله كم عدد المسلمين؟ قال 25%، والبقية 75% قالوا نصارى. 75% نصارى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا لا بد وجود الإيمان حتى يأتي الأمان. تجد عندما تمر في تلك المنطقة يرفع السائق مباشرة النافذة. لماذا؟ قال هذه المنطقة من أشهر المناطق في السرقات، يمكن تخرج يديك وانت لابس الساعة قد تسرق وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. والسبب عدم وجود الإيمان. ما تمر منطقة يعني كيلو، قمت 5 كيلو بعض الأحيان، بعض الأحيان كيلو، إلا وتجد مخمرة هنا، مخمرة هنا، مخمرة هنا، مخمرة في ذلك. بعد ذلك يشتكوا من الفقر ومن الجوع، طبعا لأن الجوع وارتفاع الأمن السبب عدم وجود الإيمان. ولو وجد الإيمان لوجد كل هذا فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، وما يتعلق بكذلك الأمن الاجتماعي. فهنا الإيمان متعلق بأمن المجتمعات. كذلك الإيمان من أهميته متعلق بالأخلاق، متعلق بالأخلاق، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، بعض الروايات 70 شعبة، وجاء في بعض الروايات 100 شعبة. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله اعتقاد، اعتقاد فربطه بالإيمان. أعلاها لا كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق من ضمن الأخلاق. إماطة الأذى عمل خلقي أيضا يحث عليه الإسلام في ذلك. فلذلك تصور مجرد إزالة أنت الأذى من الطريق، تجد على أن ذلك تلك الإزالة فيها أجر وثواب عند الله تعالى، بل هو من حقيقة الإيمان. وهذا الذي هو موجود معنا، عندما تأتي وتمر في طريق يوجد فيه شوك، إذا ما حملته بيدك ستزيله أنت بقدمك. إن وجدت حصاة في نصف الطريق ستقول ربما قد يتعثر بها رجل أعمى أو كبير سن، أو يتعثر بها طفل صغير، فستزيلها. إن لم تحملها بيدك ستزيلها بالقدم. كذلك إن وجدت شوكا أو وجدت مسمارا أو وجدت أي شيء، تجد هذا طبع الإنسان، صح ولا ما صح؟ تجد مباشرة إما بالقدم يزيله وإما أن يحمله باليد. نادر الذي يمر ولا يزيل، نعم لو كان بعيد عن الطريق، لكن إن كان في الطريق تجد هذا. هذا دلالة على عمق الإيمان وعلى حقيقة الإيمان المترسخة في ذلك الإنسان. فهنا معنى أن الإيمان فعلا متعلق بالأخلاق. مرة يقول أحد الأشخاص جلس يمدح يعني إحدى الدول يعني الأوروبية الكافرة، يمدح مدح بسبب أنه درس فيها سنوات طويلة، ويكاد
جعلنا نحن لا نسوى بعرة عنده. سبب يقول نظام نظام نظام، إلكترونيات، تكنولوجيات، تقنيات، يسيرون على جدول، يسيرون على خطة، ويضرب أمثلة كثيرة. من ضمن الأمثلة التي يستشهد بها ما يتعلق بجانب مثلا النظافة، ويتعلق على أن الإنسان لا يرمي شيئا في يعني في إلا في الزبالة، يستدل بمثل هذه. قلت له أنا عاد سكتنا وبعد شفنا ما ينفع السكوت. قلت له اسمح لي أقول لك شيء. قال نعم. ما يتعلق بهذا، هم القوانين هي التي جبرتهم وقصمتهم من خلال على أن يسيروا على تلك الأخلاقيات. القوانين البشرية هي التي قصمتهم تلك القصمة. لذلك الذي يرمي أي زبالة عليها ضرائب إلا في المكان المخصص لها، فإن لم يرمي في المكان المخصص معنى ذلك يترتب عليه ضرائب، وإن زاد عن كذا يترتب عليه ضرائب، تدفع أموال. يعني لو قلت مثلا رمى هذه الورقة مثلا 5 ريالات، هو هل سيرمي؟ يقول وراها 5 ريالات أنا لن أرمي. كما الإنسان تو عندما في السيارة عندما يشوف الرادار قال سأخفف، ليش؟ قال يترتب عليها 10 ريالات ويترتب عليها كذا، ليش؟ لأنها مثل التأديب على ذلك الإنسان حتى لا يقع في مثل ذلك. هؤلاء ما وجدوا الحل إلا من خلال القوانين الجبرية والضرائب التي تترتب عليها. لذلك لو أتى شخص فرماها ذلك الإنسان ومر على تلك القمامة أو على ذلك الأذى لن يزيله. يقول أنا ما ليس شرط أنه لن يزيل، وليس معنى أن الكل لن يزيل، لكن هذا الواقع هذا الذي أحكي عنه أيضا الذين ذهبوا. يقول عندما ترمى زبالة فلان أو الأذى يقول أنا ما لي علاقة بهذا لأنني أنا ما رميت هذا. إذا كنت أنا رامي سأحمله، لكن أنا ما رميت هذا، لذلك أنا ما لي علاقة بهذا، ما لي علاقة، لأن ما أنا أدفع الضرائب، ما يترتب علي أنا عقوبة، لذلك ما أحمل. قلت له لو أن الإسلام المسلمين الله تعالى هل قال لهم ذلك لا تحمل، ولا جعل الأذى هو من شعب الإيمان وعلقه بالإيمان فيما يتعلق بذلك عمل أخلاقي فيما يتعلق أنك تزيل الأذى من الطريق. لذا فعلا الإيمان متعلق بالأخلاقيات. نحن لو تحدثنا عن الأخلاقيات الإسلام فقط وقارناها بغيرها لوجدت على أن كثيرا من الأخلاقيات لا توجد في القوانين البشرية، وإنما توجد في القوانين الإلهية وكذلك المبادئ التي علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم بعض الأمثلة أيضا لنبين حقيقة أن الإيمان فعلا دين أخلاق وارتبط بالأخلاقيات. نبدأ بالحبة وعسى أن نصل إلى القبة. يعني يتعلق بأدناها في مثل ذلك مثلا آداب قضاء الحاجة. شوف آداب قضاء الحاجة معنا آداب، وجعل الفقهاء لها أبوابا خاصة فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة وسموها آداب قضاء الحاجة. مو آداب قضاء الحاجة إنسان فقط يريد أن يخرج تلك الفضلات الموجودة في جسده، تلك فيها آداب معنا وأخلاقيات لا بد الإنسان يسير عليها. من خلال أن النبي من ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته كان يبعد المذهب، يذهب بعيدا عن أعين الناس وعن سماع الناس وعن شم الناس، يذهب بعيدا، كان يبعد المذهب صلى الله عليه وسلم. لا يدل، وكان يحث المسلمين ويحث المسلمين على هذا. أما يدل هذا على قمة الأخلاق والآداب؟ مرة أحدهم ذهب إلى إحدى الدول الأوروبية فيقول، فعندما رجع أقول له كيف الدولة الفلانية؟ قال لذين ما فيهم لا أخلاق ولا آداب. قلت له بعيد شاب مرة كذاك يمكن استهدى، ليش يمكن معك موقف معين، مع ما كلهم ما فيهم أخلاق ولا آداب، ستجد ناس فيهم أخلاق وآداب، لكن الإيمان فعلا هو الأساس للأخلاق والآداب. قال يقول إحنا نجتمع في الطاولة مع بعض، نجتمع في الطاولة وكبار، يقول إحنا جالسين يخرج هذا ريح، يجي الثاني يخرج ريح، يجي الثالث، يجي الرابع، يقول أصوات وروائح كريهة، يقول أنا أستحي. يكبس رأسه الرجل يستحي، يقول بعض الأحيان سكر أنفنا من شدة الروائح الكريهة. قلت له الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. الإسلام إحنا معنا الطفل الصغير الرضيع بعد ما يقوم ويحبو ثم يمشي بعد سنتين كذا، أول
مع أنه يلبس ما يلبس حتى لا تتساقط تلك يعني الفضلات على الأرض على ملابسنا، لأننا الإسلام حثنا على الطهارة، تجد أنه يبدأ يعلم، تبدأ النساء بتعلم الأطفال على أن يذهب إلى قضاء الحاجة ويذهب بأساسيات معينة فيما يتعلق بذلك، حتى إن حدث منه صوت أمام الناس أقل القلق العيب، صح ولا ما صح؟ يقال له عيب، اذهب بعيد ولا شيء من هذا الجانب، دلالة على قمة الأخلاق والآداب، نربي أبناءنا على ذلك. لكن هو تجد الكبير يصنع أمام الكبير هذا، ماذا تريد؟ ماذا تريد من الأخلاقيات في ذلك؟ فأيضا الإسلام ما يتعلق يعني معنا ما يسمى بالاستبراء ويسمى بالاستجمار ويسمى بالاستنجاء، أما إذا كان ما يوجد إلا إذا وجد ما يتعلق بالاستجمار، إذا وجد منديل مسح، إذا ما وجد ذهب هكذا. نحن معنا الصلاة باطلة لو أن الإنسان قضى حاجته ولم يأتي بالماء، وهو ما يتعلق بالاستنجاء بالماء. والاستبراء جعلوه واجبا من الواجبات، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين يعذبان، قال وما يعذبان بكبير، الناس يستهينون بها، ما يعذبان بكبير، يستهينون الناس يظن أن هذا شيء بسيط، هل سأعذب على هذا؟ قال أما أحدهم فقد كان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله، كما جاء في الروايات. هنا استبراء من البول يترتب عليه، قال يعذبان وما يعذبان بكبير، يقول وحنا عذب بسبب بوله. نعم، انظر الإسلام كيف يرتقي بالمسلمين، يريد منه أن يصل إلى قمة في الأخلاق والآداب، ولكن بسبب الإيمان في ذلك. هذا لو تحدثنا عن جانب من هذه الجوانب، كيف إذا جئنا إلى القمة فيما يتعلق بالحرب، إحنا الآن قلنا هذه بالحبة الأدنى الذي الناس يستهينون بها قضاء الحاجة، فكيف بالحرب؟ ستجد أن الإسلام له قوانين وله آداب وله شروط، على أن لا يقتل رجل كبير سن، ولا تقتل امرأة، ولا يقتل الطفل الصغير، ولا تقتل ولا يقتل العابد في 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 صومعته، وكذلك لا تقطع شجرة مثمرة، آداب. لكن انظر عندما تجد أن الناس يبتعدون عن الإيمان، معنى ذلك أن الذي سيتجسد خلاف هذه القوانين والآداب الإسلامية والأخلاقية، فهنا فعلا أن الإيمان له أهمية كبيرة. كذلك الإيمان مرتبط بالكون، بالكون، الله تعالى خلق هذا الكون يسير بنظام محدد، يسير على ذلك النظام بأسر هذا الكون من ذراته إلى الأجرام الموجودة المترامية والكبيرة في ذلك. والله تعالى ربط هذا بحقيقة الإيمان عند الإنسان، فتجد أن الله تعالى يبين على أن كل ما في هذا هو يلهج بتسبيح الله ويسبح بعظمة الله، فيقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انظر إلى هذا الكون من شجر وحجر ومدر، هل تظن أنه يسبح نحن لكن لا تفقهون تسبيحه؟ كل شيء في الكون يلهج بذكر الله بعظمة الله تعالى، يلهج بذكر الله. من الذي يبقى؟ يبقى الإنسان، هل هو يلهج؟ هل هو يسبح؟ هل هو يعظم؟